ملف هو حديث الشارع المصري الرياضي. عايز أطرح لحضراتكم سؤال في البداية، ألا تستحق الكرة المصرية والرياضة المصرية اهتمام أكبر من المسؤولين؟ نعم، ده السؤال اللي المفروض لازم نطرحه ولازم نشتغل عليه ولازم نخطط علشان الفترة اللي جاية. شفنا الماتشين اللي فاتوا، ماتشين منتخب مصر التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم، شفنا أداء منتخب مصر أمام أنجولا وأمام الجابون، للأسف كان يعني مستوى ضعيف، مش ده منتخب مصر اللي كان دايما بيلتف حوالين الجماهير. عايزين نرجع لورا شوية نشوف فترة الكابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاتة، وهي دي الفترة الذهبية لمنتخب مصر. قبل ما أتكلم عن النتائج، أكيد في ماتشات حققنا فيها نتائج جيدة جدا وكان عندنا إخفاقات، لكن شوفوا الالتفاف الجماهيري حوالين منتخب مصر. تخيلوا أنا هقولها دلوقتي وبدون كسوف، النهاردة وإحنا بنلعب تصفيات المؤهلة لكأس العالم ما تحسش إن في شغف في الشارع الرياضي المصري إن منتخب مصر هيلعب، بالرغم إن المباريات منقولة على إحدى القنوات المصرية، فمفروض يكون في اهتمام أكبر. لكن الأداء منذ فترة هو اللي أدى إن يكون يعني الناس ما فيش التفاف حول منتخب مصر. هل النهاردة الخطأ مشترك من المدير الفني؟ لا، المدير الفني مخطئ، اتحاد أو اللجنة المكلفة التي تدير اتحاد الكرة المصري مخطئة. والنهاردة يعني هقتبس كلمة من كلمات الراحل العظيم الأستاذ أحمد زكي، وهو بيقول كلنا مخطئون ولا أثثني أحدا من الخطأ. النهاردة أقول لحضراتكم كلنا مخطئين ليه؟ النهاردة لما أرجع لورا شوية، والنهاردة ما أقدرش أستثني الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر من الخطأ. ارجع وشوف الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة ودورهم المهم جدا وإشراكهم في جدول مسابقات الدوري الممتاز، في القرارات المهمة اللي كانت بتتاخد لصالح الكرة المصرية. أفكر حضراتكم في 2006 و2008 و2010 وإحنا بنلعب بالدوري في 2005، ارجع للدوري الممتاز هتلاقي حراسة المرمى في الدوري الممتاز وقتها، هتلاقي كان في عندنا حراس أجانب، هتلاقي كان في الترسانة، في حرس الحدود، في المقاولين، في أندية أخرى كثيرة في الدوري الممتاز. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسن شحاتة حط النقط على الحروف وقتها وقال لازم يكون حراسة المرمى في الأندية هو حارس مرمى مصري، علشان المركز ده مهم جدا، المركز ده مهم جدا للكرة المصرية. وبالفعل اتحاد الكرة طبق قرارات الجهاز الفني، وقتها شفنا أداء منتخب مصر وخاصة في حراسة المرمى في الثلاث بطولات الأفريقية اللي احنا حصدناهم في 2006 و2008 و2010. إذن النهاردة رأي الجهاز الفني مهم جدا. شوفوا الكابتن محمود الجوهري لما كان بيحط جدول الدوري الممتاز علشان يقدر يوفر الراحة الكافية للاعبي المنتخب، علشان اللعيبة ما تجيش مجهدة زي ما احنا شفنا في المباراة الأخيرة والمباراة اللي قبلها. تخيل النهاردة وإحنا بنلاعب الجابون القوام الرئيسي لمنتخب مصر ست لاعبين من النادي الأهلي، محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، محمد شريف، ستة. يعني بتتكلم في حوالي 60% أو 70% من قوام منتخب مصر من النادي الأهلي. هل مش هي دي اللعيبة اللي كانت بتلعب في الدوري كل يومين مباراة، كل 48 ساعة مباراة؟ من النهاردة المخطئ؟ مش ده كان أمام وأعين الكابتن حسام البدري؟ النهاردة كان لازم يكون ليه وقفة مع اللجنة المكلفة لاتحاد الكرة، يقول لهم اللي حضراتكم بتعملوه ده خطأ وجريمة في حق لاعبي منتخب مصر، اللعيبة دي هنحتاجها في مهمة أكبر، مهمة أكبر من اللي بتأديها مع الأندية بتاعتها. ولكن كانت اللجنة المكلفة النجاح بتاعها إن إحنا إزاي نخلص الدوري، إزاي نطبخ الدوري ونخلصه ونطلع الطبخة ونحتفل إن إحنا خلصنا الدوري الممتاز، هو ده كان الهدف. لكن للأسف ما نظروش وما بصوش للهدف الأسمى اللي تسعى عليه الرياضة المصرية وهو منتخب مصر. دي كلها أخطاء ما أقدرش أستثني منها أحد، ولا أستثني منها المدير الفني الكابتن حسام البدري، زائد أخطاء فنية ما بنشوفش الجمل. النهارده وانت بتختار من القوام الرئيسي لمنتخب مصر من كل الأندية عندك أفضل العناصر الموجودة، النهارده لما يكون الأداء بالضعف ده أكيد في علامات استفهام. الحاجة التانية واحنا بنتكلم عنها واحنا بنتكلم وكل الساحة الرياضية دلوقتي بتتكلم عن اختيار مدير فني جديد،
النهارده لو احنا عايزين نصلح صح في الكره المصريه لازم نرجع سنتين ورا، سنتين من 2019 لما كان عندنا الكاس الامم الافريقيه في مصر وحصل فيها اخفاق كبير كان مخيب لجماهير الكره المصريه. بعدها كان ايه الحل؟ طلعنا من لجنه خماسيه للجنه ثلاثيه او لجنه احاديه. الا تستحق الكره المصريه ان يكون عندنا مجلس اداره لاتحاد الكره المصري منتخب يدير الكره المصريه؟ واحنا النهارده بعد شهرين او ثلاث شهور واحنا هنحتفل بالمئويه لاتحاد الكره. اتحاد الكره المصري اللي احنا بنتكلم عنه من اقدم الاتحادات الموجوده في القاره الافريقيه، الا يستحق النهارده يكون عندنا اداره او اتحاد كره منتخب علشان نشوف الكره المصريه على الطريق الصحيح. اتمنى يكون في القريب العاجل وكل التوفيق لمنتخبنا في اختيار اولا مدير فني كفء علشان المصريين محتاجين يفرحوا، المصريين محتاجين يكون منتخبنا موجود في كأس العالم.